طائعا. أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا. ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا. نحو الحبيب والورى يشهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا العشرون بفضل الله سبحانه وتعالى في صحيح السيرة. رأينا في اللقاء السابق إسلام عمر رضي الله عنه، وكان بمثابة صدمة لقريش أن يدخل عمر إلى الإسلام وهو من هو لمكانته في قريش، ولأنه كان من أشد الناس صدا عن الإسلام وعن وإيذاء لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ورأينا أنه لما أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتتبعه من أجل إيذائه، فأوقع الله الإسلام في قلبه واستجاب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا ربه أن يعز الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. تمضي السنوات والأحداث، ويتوفى عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب. أبو طالب كما رأينا في ما سبق أنه كان جد النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عمه بالنبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنه نفذ الوصية، وصية أبيه في النبي عليه الصلاة والسلام، وظل طوال سنوات الدعوة، فطوال 10 سنوات يدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وينافح عنه صلى الله عليه وسلم، حتى أنه دخل شعب أبي طالب محاصرا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين. أبو طالب وقصة شعب أبي طالب والتفاصيل هي ثابتة، أن هذا الحصار ثابت، لكن التفاصيل والمدة الزمنية هذه لم تثبت يعني إيه في أحاديث صحيحة بتفاصيل، يعني التفاصيل المروية في كتب السيرة، لكن الحصار ثابت. والبخاري أورد من حديث زيد ابن ثابت رضي الله عنه أنه عند فتح مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين ستقيم يا رسول الله، يعني في ما أين ستقيم يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من دور أو رباع؟ عقيل ابن أبي طالب كان كافرا وباع ما ورثه، فقال: هل ترك لنا عقيل من دور أو رباع؟ فيعني إنما سأقيم أو نصبت له خيمة عليه الصلاة والسلام عند الخيف، خيف من منى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: في الموضع الذي تعاهدت فيه بنو كنانة مع قريش على محاصرة المسلمين ومقاطعة المسلمين وإزاءهم وعدم بالطبع يشمل ذلك بقى البيع والشراء والنكاح
وكل ذلك، وفي رواية حتى يعني يسلموا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فحصار الشعب ثابت، لكن التفاصيل الطويلة دي هي التي ليس بين أيدينا حديث بسند فيها. بخاري اكتفى على ما ذكرت. فأبو طالب كان يعني وصل به الأمر أن يدخل في حصار في الشعب ولا يجد ما يأكل ولا يشرب، وحتى كانوا يأكلون الجلد وأوراق الشجر، ويدخل في هذا مع ابن أخيه ويدافع عنه وينافح عنه، لكن سبحان الله أغلق قلبه تماما أمام الإسلام. في قصة وفاة من حديث المسيب والد سعيد، المسيب الصحابي رضي الله عنه، يقول لما حضرت الوفاة أبا طالب فجاءه أبو جهل وعبد الله بن أمي، وكان المسيب موجود ابن حزم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه على مشارف الموت، فقال لعمه: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. وأبو جهل ملعون ده يقول له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب وملة أجدادك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه لا يستمع إلى هؤلاء، فيكرر على أبي طالب: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. وبالطبع النبي عليه الصلاة والسلام يحب عمه ويريد أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من عذاب النار. ستقول: هو الله سبحانه وتعالى يتقبل التوبة ممن كان في الغرغرة؟ شو كان في مشارف على مشارف الموت؟ نقول إنه ربما كان هذا قبل الغرغرة التي لا يتقبل الله سبحانه وتعالى فيها توبة أحد، أو يكون هذا من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى يقبل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه حتى ولو أسلم في الغرغرة. فأبو جهل يصده يقول: أترغب عن ملة أبيك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله سيفلت منه عمه إلى النار. إن سبحان الله، يا عم قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله. طب قولها بس كده، يعني لو هو لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. طيب أبو طالب، الرواية بقى اللي بتقول إن العباس عم أن العباس عم النبي عم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا للنبي عليه الصلاة والسلام: لقد قال يا رسول الله الكلمة التي تحب أن يقولها، يعني معناه أنه تشهد. هذه ليست صحيحة، ليست صحيحة أنه يعني مات على الإسلام وأن العباس شهد بذلك. هذه ليست صحيحة، هذه القصة قولا واحدا. فكان آخر كلام أبي طالب أنه على ملة عبد المطلب، وعلى ملة عبد المطلب خلاص، يبقى مات على الكفر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يبقى سبحان الله، على قدر ما وقف بجوار رسول الله عليه الصلاة والسلام، على قدر أنه يقول لولا، وحتى في كلامه في رواية قال: لولا أن تقول قريش أني جزعت من الموت فلأقررت بها عينك. ده بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام كده. سبحان الله، يعني هل يضر الشاة سلخها بعد ذبحها؟ يعني لكن سبحان الله، إنك لا تهدي من أحبب، يعني هو خايف من أن قريشا تقول أنه على ما خاف من الموت
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كانوا قالوها، إنما سبحان الله سبحان الله يعني إيه يعني إيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري وغيره، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ما نفعت عمك بشيء يا رسول الله؟ إنه كان يصونك ويحوطك يعني ويحفظك، فما نفعته بشيء؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إنه في ضحضاح من النار. ضحضاح يعني الماء اللي ليس العميق، يعني يقصد إنه في أخف في درجات العذاب، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن الله سبحانه وتعالى قبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس في خروج أبي طالب من النار، لأن الجنة لا تدخلها إلا نفس المسلمة موحدة، لكن هو كافر، لكنه الله سبحانه وتعالى كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمواقف أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خفف عنه العذاب. ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لكان أبو طالب في الدرك الأسفل، أي في قعر النار. لماذا؟ لأنه علم الحق ورأى الحق وعايش الحق، بل كان يأمر أبنائه أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فليس من رأى كمن لم يرى، وليس من عاين كمن لم يعاين، فكان سيكون الجزاء أنه في الدرك الأسفل من النار، لكن من أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو في ضحضاح من النار. وفي رواية: يرتدي نعلين من النار يغلي منهما دماغه، يعني لا يعذب منه شيء إلا أنه يرتدي نعلين من نار في قدميه، والعياذ بالله، ينفجر الدم من دماغه، وهو من أهون أهل النار عذابا نعوذ بالله من النار. فكيف بمن هو في الدرك الأسفل من النار؟ إذن ولما مات فإن علي بن أبي طالب جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، مات عمك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فواره التراب، اذهب فادفنه. قال: إنه مات كافرا، إنه مات كافرا. قال: اذهب فواره، يعني النبي يعلم أنه مات كافرا، اذهب فواره التراب. فذهب علي بن أبي طالب ودفن أباه، ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب. طبعا هنا شوف العلاقة ما بين الأب والابن، هذه العلاقة يعني انقطعت تماما لكفر أبيه ولإسلامه هو. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وقال: اذهب فاغتسل. فذهب علي بن أبي طالب فاغتسل رضي الله عنه. وتستمر أحداث السيرة، وكما قلت فإن قريشا في كل ذلك لا تتوقف لا عن إزاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن إزاء أصحابه، حتى وصل الأذى إلى الكبار كأبي بكر رضي الله عنه، كما تروي لنا عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري وغيره. تقول: إن أني لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، يعني من أول ما فهمت كده وعيت ورأت أبويها على الإسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيهم يوميا عليه الصلاة والسلام، إما بكرة وإما عشية، لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه. وإن أبا بكر رضي الله عنه أراد أن يهاجر إلى الحبشة، فحمل زاده وامتطى ناقته وخرج مهاجرا إلى الحبشة. ربما الكثير لا يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه خرج مهاجرا إلى الحبشة رضي الله عنه، وهذا يعني له قصة نكملها في الغد إن شاء الله وقدر. أكتفي على هذا
وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئتك طائعا، أبغي التأسي والخطى تسبقني، من مولدك حتى الوفاة راويا، ما صح عنك والهوى يسكنني، يوما فيوما للمدينة سائرا، نحو الحبيب والورى يشهدني.